طب ناخد على التليفون كريم احمد. اهلا بيك يا كريم، تحياتي ليك يا كابتن ميدو وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي وكل نجوم الاتصال التحليلي. اخبارك ايه؟ كله تمام يا كابتن ميدو؟ كله تمام؟ كله تمام يا كابتن. اخبار التمرين النهارده كان عامل ازاي؟ يمكن زي ما بنقول استعدادات قويه بالنسبه للنادي الاهلي، للاهلي والداخليه ان شاء الله. بنتمنى في البدايه كل التوفيق للنادي الاهلي، بيخطو خطوات ثابته، نقاط قصيره وصغيره ان شاء الله تحسم النادي الاهلي في مشواره نحو الحصول على بطوله لقب الدوري العام. النهارده كان في محاضره فنيه في بدايه المران للكابتن حسام البدري، والحديث عن كل نقاط القوه والضعف لفريق الداخليه، والتاكيد على عدم الاستهانه وعدم التركيز بالترتيب وعدد النقاط، ولا بد من احترام المنافس مهما كان اسلوبه ومهما كان النقاط او التسويب طبعا في ترتيب الدوري. وكمان يمكن الكابتن حسام البدري النهارده كان مخصص اكثر من فتره في اكثر من جزء في التدريب. النهارده فصل التدريب، فصل اللعيبه اللي بشكل بتشارك بشكل اساسي خلال المباريات الماضيه، كان في تركيز على بعض الكرات العرضيه. النهارده يمكن حاولنا ان احنا نستشف التشكيل اللي ممكن يخوض بيها الكابتن حسام بنسبه كبيره غدا، نقدر نقول في حراسه المرمى الشناوي، في خط الظهر احمد فتحي ومحمد نجيب وايمن اشرف وعلي معلول، في المنتصف حسام عاشور وعمرو السوليه واجاي وصلاح محسن ووليد سليمان ووليد ازارو. يمكن ده من خلال التكتيك اللي كان بيقوم بيه الكابتن حسام النهارده، كان في بعض الجمل بيقوم بيها، ممكن يكون في اختلاف بسيط في مركز وحيد، لكن يمكن ده هيكون القوام الاساسي اللي هيكون خد بيه مباراه النادي الاهلي والداخليه غدا. بيغيب عدد كبير جدا عن المباراه، يمكن اكثر من 11 لاعب، سواء للاصابات او العوده من التاهيل او للاسباب الفنيه، على راسهم حسام غالي وشريف اكرامي وصابر الرحيل وميدو جابر واكرم توفيق ومحمود الجزار واحمد ياسر ريان، بجانب طبعا حمودي المصاب بتاهيل باسم علي واحمد حمدي. بنتمنى غدا تكون مباراه قويه للنادي الاهلي. النادي الاهلي زي ما بناكد كل المباريات بياخدها بهدف واحد وهو الحصول على الثلاث نقاط، ومباريات بسيطه ان شاء الله ويحسم النادي الاهلي بطوله لقب الدوري يا كابتن مين. تمام يا كريم، انت ما اديتنيش فرصه اسالك على حاجه. حبيبي يا كابتن مين. المحاضره الفنيه كانت قد ايه وقتها يا كريم؟ يمكن استغرقت اكثر من 25 دقيقه قبل انطلاق المران. في العاده طبعا بيكون 3 عصرا هو انطلاق المران، لكن الفترات الاخيره كابتن حسام البدري واليوم يمكن خصص 25 دقيقه لإلقاء المحاضره وحديث كمان في ارض الملعب قبل انطلاق المران كالعاده. الامور كلها بعض التحفيز، بعض التركيز، الكابتن حسام بيحاول حث اللاعبين على الاستمرار. كان فيها فيديو يا كريم؟ اه طبعا كان فيها طبعا محاضره فيديو، زي ما قلنا تجهيز بعض كل النقاط القوه والضعف في فريق الداخليه، تحفيز الجمل التكتيكيه اللي حاول بيها كابتن حسام ان يؤديها غدا. وزي ما بنقول كل اللعيبه منتظره الفرصه، بيبان من التقسيمه، بنشوف احتكاكات قويه، بيحاول الكابتن حسام تحذير كافه اللاعبين من عدم الالتحام نظرا للحماس الكبير والشديد، لان كل لاعب اكيد يا كابتن ميدو انت عارف عايز يكون ليه فرصه ودور كبير في انتصارات النادي الاهلي المتتاليه، واكيد بنتمنى اي لاعب يكون متواجد في القائمه او في المباراه يؤدي بالشكل الامثل اللي كلنا بنتمناه يا كابتن ميدو. مين اللي لعب الدربات الثابته النهارده في التمرين؟ النهارده يمكن زي ما قلنا يمكن في اخر المران بكماني وعلي معلول النهارده كان بيسدد على المرمى، احمد فتحي النهارده كان بيسدد، يمكن هو اللي كان متالق بشكل مميز شويه. احمد فتحي النهارده حاول ان هو يشوط ضربتين كده، وليد ازهر شاط ضربه وطلع، شاط ضربه ثابته وطلع، لكن النهارده زي ما بنقول كانش في تدريب قوي لكل اللاعبين. هي المجموعه اللي خدت جرعه تدريبيه قويه شويه هي اللعيبه اللي ما شاركتش في المباريات الماضيه وما بتشاركش بصفه مستمره. تمام، ومين لاعب الكروسات؟ ما الكورسات دي زي ما قلنا يمكن احمد فتحي وعلي معلول هم اللي كانوا في الجزء اللي فيه التشكيل اللي انا قلت عليه يا كابتن ميدو، كان بعض العرضيات من علي معلول من ناحيه الشمال وبعض العرضيات من احمد فتحي، بعض الكورسات للفراوده. وقف النهارده الكابتن حسام اكثر من مره بالنسبه لي التكتيك اللي بيقوم بيه، بيحاول الكابتن حسام لي يعني انهاء الكره من لمسه واحده، يحاول ان هو يوصله للمرمى باقل من اكثر من لمسه، لمسه او اثنين يكون في المرمى. كمان الكورسات النهارده كان فيها قوه كبيره جدا من وليد ازارو وجونيور اجاي وصلاح محسن اللي بيتالقوا بشكل كبير جدا في الكرات العرضيه والراسيه، وكان ليهم تاثير النهارده كمان في التدريب يا كابتن. كان في تمرين مكثف لحراس المرمى الغائبين عن لقاء الغد؟ شريف ويمكن احمد وشريف وشناوي وعلي لطفي، التدريب بجرعات تدريبيه يمكن على طول بنشوف الكابتن طارق سليمان بيحاول ان هو يجهز بكافه الحراس، كل الحراس بيبقى جرعات كلها موحده، كل الحراس بتحاول ان هي تادي بشكل رائع، شريف اكرامي او شناوي او علي لطفي، لكن اكيد طبعا بتبقى الرؤيه الفنيه للكابتن حسام البدري والكابتن طارق سليمان. لكن كالعاده كان في تدريب قوي ومميز. وعايزين نلفت كمان النظر ان النهارده كان غياب الكابتن احمد ايوب المدرب العام لفريق النادي الاهلي. طبعا كالعاده طبعا لابد يكون متواجد الكابتن احمد في المران، لكن عنده ظروف خاصه، بنتمنى ان شاء الله غدا يكون متواجد اكيد ان شاء الله في مباراه النادي الاهلي والداخليه، واكيد لو في اي ظروف طبعا ان شاء الله يكون متواجد معانا كابتن احمد. تمام، كنت عايز اسالك على حسام غالي.
حسام غالي كان بيأدي النهارده التدريبات بكل قوه، ما فيش اي حاجه بالنسبه له. يعني استبعاده فني. رؤيه فنيه بجانب شريف اكرامي. اكرامي استبعاده فني. فني مع ميدو جابر وصبري رحيل واكرم توفيق واحمد ياسر ريان ومحمود الجزار. تمام. سعد سمير لسه بيعاني من ايه يا كريم؟ سعد سمير يمكن عنده بدلك شويه، طلع من الاصابه جاله نزله برد شديده شويه اثرت عليه. هو طبعا يمكن شارك في تدريب الامس، التدريب الجماعي والتدريب اليوم، لكن يمكن هو البرد مأثر عليه شويه كابتن ميدو، فبيتم طبعا تجهيزه لمباراه منانا الجابون ان شاء الله تكون بدايه كويسه للنادي الاهلي وانطلاقه جيده باذن الله. لكن محاوله ان هو كابتن حسام بيحافظ عليه، لان انت لو نزل طبعا في مباراه الداخليه وحصل اي حاجه هيبقى فقدان لسعد سمير، وهو يمكن لسه طالع من الاصابه، فعشان كده بنقول عنده سوء حظ شويه ان هو طلع من الاصابه جات له نزله برد شويه ابعدته، لكن هو في الطريق ان شاء الله في التجهيز خلال الايام القادمه بيتم تاهيله ويكون متواجد ان شاء الله مع النادي الاهلي في مشوار البطوله الافريقيه. شكرا جدا كريم احمد مراسل قناه الاهلي، شكرا جدا على هذه الاستفاضه، شكرا جدا.